الرصيف لم يعد للراجلين عندما تشاهد سورا مبنيا وسطه تارة وعدم احترام المساحة المطلوبة تارة أخرى، ولكن الأكثر من ذلك غلقه تماما واستغلاله للتجارة، فيتحول المواطن للمشي وسط الطريق. الناس هم مشوا في طريق والطوموبيل طوب حاسي في الطروطوار، وكاين الناس لانه حونت هم يخرجوا السلعه تاعهم في الطروطوار. هاني هونديكابي، هاني هونديكابي بالبروش على 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 جال الطوموبيلات. مستاسيونين في الطريق، حاطين طوابل الخضرة في الطريق، ما كاش واحد كيف يفوت. المعايير لا تحترم في الكثير من الأماكن، زادها ركن السيارات والمركبات وسطه وغيابه في أماكن أخرى. الدولة من اختصاصها تهيئته كما لديه مقاييس ومعايير، حيث يجب أن يكون علوه 15 سنتيمتر وعرضه لا يقل عن 1.80 متر. لاحظوا باليوم هذه السلوكيات السلبية تاع عدم تعيهات الأرصفة وكذلك احتلال الأرصفة، رغم أن القانون يعاقب في المادة 444 يعاقب على مثل هذه السلوكيات. اليوم رانا مقبلين على إعادة النظر في قانون المرور، وهناك دراسة جديدة بالنسبة، هناك قانون تمهيدي للحكومة ماشية في إطار دراسة قانون مرور جديد اللي من شأنه يكون أكثر صرامة. ذوي الهمم هم الأكثر تضررا لعدم وجود ممرات خاصة بهم. فوزية تضطر يوميا للمشي مع هذا الطريق الضيق بكرسيها المتحرك ما يعرضها للخطر، وغير بعيد سلاف هي الأخرى لم تجد سبيلا إلا مزاحمة المركبات في الطرق. أما عند الممر الراجلين لا يوجد ممر لهم. احنا ديما المشكل في التروطوار، كي نعودوا ماشيين ما نلقاوش الباساج باش نروحوا ليه، ديما يعني الدونجي علينا. ديما كي نمشيو في الطريق الطوموبيلات، كاين واحد يقول لنا بعدوا من الطريق، واحد يقول لنا على راهم ماشيين في الطريق. احنا لو كون جا التروطوار مليح وفيه هذوك لاكسيسيبيليتي اكيد رايحين نمشيو عليه. احنا ثاني ما يعني ماذا بينا ما نمشيوش في الدونجي. اي واحد على كرسي متحرك راح يتخوف كي يخرج لبرا ما يلقاش وين يمشي، ولا سوا كان حاب يقطع ما كاش وين يقطع، يمشي في طريق ما يقدرش يطلع فوق الرصيف، يقابله طوموبيلات يخاف حتى باش يعدي البلاصه اللي راهو يحوس عليها. يعني هذا مشكل اللي مازال ما قدرناش نخرجوا منه. يعني نورمالمون المعاق درك راهو عنده مكانه. سلوكيات سلبية من المواطنين في استغلال الرصيف تهدد السلام المروري للراجلين، زادها غياب ثقافة وضع ممرات لذوي الهمم لتستمر معاناتهم اليومية في الطرقات.